اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصلنا وياكم الى محور حلقتنا لهذا اليوم، راح نسلط به الضوء على مسلسل الو تاكسي. هو دراما عراقيه بنكهه رمضانيه على شاشه قناه العراقيه. خلينا نشاهد هذا التقرير عن كواليس المسلسل وبعدها لنا عوده وضيف راح نتحدث وياه بتفاصيل اكثر عن المسلسل. نعم. تبذل شبكة الإعلام العراقي جهودا كبيرة للنهوض بواقع الدراما العراقية عبر استعدادها لإطلاق قرابة 10 أعمال درامية مهمة لصالح الموسم الرمضاني المقبل، حيث أطلق قسم الدراما الإذاعية والتلفزيونية في شبكة الإعلام العراقي وضمن الدورة البرامجية الرمضانية عددا من المسلسلات الجديدة التي تتلائم مع أجواء الشهر الفضيل. ومن أحد هذه المسلسلات بين الكوميدي والتراجيدي مسلسل ألو تاكسي. ألو تاكسي اللي هو طبعا من تأليف المبدع المتألق الفنان طلال هادي، ومن إخراج الشاب الرائع أخويا حبيبي أستاذ علي سعد، وأيضا نخبة من فناني العراقيين اللي على رأسهم السيدة أنعام الربيعي، زهير محمد رشيد، نجلاء، كثير من الفنانين المتواجدين ويانا، وايضا اخوكم ماجد ياسين، مصطفى داخل، شاكي ناز، شاكي هاز، شاكي واز، المهم الفنانات الحبابات، وايضا فنانين كثير كثير ويانا. هو هذا دعم للفنان العراقي في ان يعمل كافه الفنانين العراقيين بهذه الأعمال يعني، والحمد لله والشكر. كنا ننتظر مثل هكذا موسم زاخر والحمد لله والشكر. ما أريد أحكي لكم على نوع العمل، بس هو العمل كوميدي ما لا يخلو من المحطات التراجيدية، فما أريد أحكي لكم عنه هواية، أكيد حتى مفاجأة راح تشوفوه إن شاء الله، عمل جميل. إدارة شبكة الإعلام العراقي توعد المتلقي العراقي أن يشاهد دراما ممتعة في الموسم الرمضاني المنتظر، وتترك في داخله الإعجاب بالأعمال الدرامية التي ستبث مع أول أيام شهر رمضان. عمل ألو تاكسي هو عمل كوميدي ينقل الأسرة العراقية كوميديا للعائلة، بالإضافة شخصية جابر بهذا العمل هو صديق لشخصية حسام، وأكيد صديقي وحبيبي مصطفى داخل، والأساتذة ستة نعام الربيعي وأستاذ ماجد وغيرهم من الأساتذة، أستاذ علي سعد المخرج وجميع الكادر. نحرق دوره جدا مميز بهذا العمل، الحمد لله. إذا قفشات كلش حلوة، ابو قلب الحنون يحب 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 واشياءات وفعاليات، هاي الفقرات ما لها بعد، هو مصطفى داخل مبدع. تجوى لوجهك. الله يخليك حبيبي. انا فرحان بهذه التجربه، قلتها وهذه المره الثانيه، هذا العمل الاول بطوله لمصطفى داخل برعايه شبكه الاعلام العراقي. ان شاء الله يا ربي يليق استحسان الجمهور، وان شاء الله يا ربي الجمهور يتفاعل وياه ويحبه، لانه غايتنا الاولى والاخيره هو ارضاء الجمهور. طبعا كلش فخوره انه اني قاعد اشتغل ويا هاي القناه الكبيره، طبعا دوري مها بمسلسل الو تاكسي ويا اساتذتي الكبار. كلش فرحانه بهذا العمل، وان شاء الله يليق بالعائله العراقيه وتستمتعون بالعمل، ومتاكده كلش راح تحبوه. هو عمل كوميدي وان شاء الله يعني تستمتعون به. المجالات الثقافيه والفنيه تكتسب اهميه بالغه لدى الحكومة نظرا لتأثير نتاجاتها ومهرجاناتها الفنية والأدبية في خلق انطباع إيجابي عن استقرار البلد وإمكانية استثمار الفن والثقافة لمحاربة مختلف الظواهر الخطيرة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، شيماء العبيدي، قناة العراقية. مشاهدين الكرام، منضمنا بالاستوديو المخرج الكبير علي سعد. اهلا ومرحبا بك وصباح الخير والعافيه عليك، واحنا جدا سعيدين بتواجدك برنامج صباح الخير يا عراق. اليوم راح نسولف اكثر عن الو تاكسي وهذه الدراما العراقيه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الورد.
أول شيء خليني أدخل مباشرة بالمسلسل، نحكي عن فكرته. بس إحنا عرفنا أنه هو كوميدي، راح تكون مثلا أكو الكوميديا اللي بكوميديا يعني ضحكة، لو ممكن تكون كوميديا سوداء، راح يكون هاي الكوميديا هادفة لإرسال مسجات ممكن أو تعليق على بعض الحوادث أو الظواهر اللي تصير بمجتمعنا. نعم، هو كوميديا ثال مسجات مثل ما قلتي. نعم، اللي هي صار بها مواقف لصاحب تاكسي اللي هو استاذ ماجد ياسين. نعم، شراء للتاكسي يعني بصوره اقساط وهذا الموضوع ايش موضوع، وصار دخول المجتمع يعني بقصص، يعني كل ما يصعد شخص وياه صار قصه، صار فد حادثه صغيره، وبالاضافه الى قصته داخل عائلته، يعني عائلته بجيرانه اكثر من جيران اكو بالقصه، فصل هاي الاحداث. نعم، طيب خلي نتحدث عن المسلسل، تاليف منه، تمثيل منه. نعم، فريق العمل. نعم، مسلسل الو تاكسي من تاليف استاذ طلال هادي. نعم، بطوله استاذ ماجد ياسين، ستن عامر ربيعي، مصطفى داخل، زهر محمد رشيد، اشكناز، يعني اشكناز من الوجوه الجديده طبعا اللي بالعمل، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في هذا العمل ان شاء الله. اليوم الطاقات الفنيه الشبابيه اللي تاخذ دور بطوله. نعم، وادخال وجوه جديده ايضا بالدراما العراقيه، هذا الشيء تشوفه راح يحرك العجله، راح يعطيها طاقه وحيويه، باعتبار انه احنا اكو اسماء كبيره بتعودنا عليهم على الشاشه هم اللي موجودين اليوم. هذا التدفق والزخ بالاسماء الجديده بهذا الموسم بالذات حيكون انعكاسه برايك ايجابي او سلبي على الدراما؟ لا اكيد ايجابي. يعني من خلال الاعمال اللي صارت هوايه بهذا الموسم صار عندنا يعني شحب. نعم، طيب نسمع اجابتك لكن بعد الفاصل. مشاهدينا نروح فاصل ومن بعدها راجعين. رجعنا وياكم مشاهدينا من جديد ومكملين بمحور حلقتنا ويا مخرجنا علي سعد، مخرج مسلسل الو تاكسي اللي راح ينعرض بشهر رمضان على قناه العراقيه. استاذ علي، قلنا انه اليوم الضخ بشباب قليلي الخبره يمكن بادوار بطوله، فضلا عن تواجد الطاقات الشبابيه الجديده لاول مره، هذا الموضوع ممكن ينعكس ايجابي ام سلبي على الدراما العراقيه خاصه بهذا الموسم؟ نعم، اكيد ايجابي، لان احنا بهاي السنه بالذات يعني صار عندنا اعمال كثيره. صح، وان شاء الله يعني حتشوفون فد كم هائل يعني ممثلين جدد، شباب وبنات، وصار فرصة للشباب انه يظهرون للساحة بصراحة. يعني احنا بداخل المسلسل احنا من خلال التصوير نحتاج ممثلين، فكنت انشر يعني مثلا في بوست على انستا يدخلوا لي يعني مئات امانة، واسوي لهم كاستنج يعني بفترة كلش قليلة، وصار عندنا يعني جو بنات حتى من المحافظات، جو شباب محافظات، وراح تشوفوهم جدد بالعمل ان شاء الله، وجوه جديدة، صح عندهم مشاهد قليلة بس مبدعين ما شاء الله، يعني اكو فرص جديده ان شاء الله. نعم، إن شاء الله. طيب تتوقع هذا العمل راح ينافس الاعمال العربيه، راح تكون له بصمه برمضان ان شاء الله؟ ان شاء الله. انا بصراحه يعني كوميديا الو تاكسي. نعم، كوميديا هادفه خاليه من كل الشوائب، تدخل البيت العراقي ويعني يليق بالعائله العراقيه بالضبط. احنا ندخل الان احنا نريدها انه توصل ترجع الثقه بهاي الكوميديا بصراحه. نعم، انه ما بيها اسفاف، ما بيها اي شيء اي شيء. شنو الموضوعات اللي تناولتوها خلال هاي المسلسل؟ يعني شويه موضوع يعني بالثيمة العامه، التركيز على شنو كان عموما كلها انه هي قصص اجتماعيه. اجتماعيه طرقتوا شويه سياسيه؟ لا 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 ابدا، احنا ما بالعكس اكو احنا بالمناسبه يعني نشجع الموضوع اللي دا يصير بالاعمار بالبلد. حتى انا يعني اختاريت لوكيشنات التصوير. نعم، بالاماكن اللي صارت، يعني مثلا الجسور الجديده. نعم، الحدائق الجديده. بينا بغداد شلونها بجمالها بالضبط. نعم، بصوره كلش حلوه، وحتى اكو عندنا مشاهد راح يشوفوها انه اكو مغتربين جايين من خارج البلد ويشوفون بغداد وهيش مواضيع يعني. نعم، زين قلت جو انه انتم تقريبا خلال 45 او 49 يوم. 45 يوم. 45 يوم صورتوا، تشوف انه هاي مده كافيه لتصوير مسلسل؟ ليش دائما العراقيين ينضغطون يعني طول السنه احنا قاعدين
قبل رمضان بشهرين نتذكر انه طبعا كل القنوات العراقيه مو مثل مثلا نحكي عن القنوات المصريه اللي وراء رمضان بشهر شهرين يبلشون يصورون في 10 اشهر عندهم، احنا ليش دائما هيك نضغط نروحنا؟ هو هذا بصراحه هذا خلل، يعني احنا المفروض بعد رمضان بشهرين او بثلاثه احنا نبدي نشتغل مسلسلات لرمضان اللي بعده، بس هو موضوع يحكم موضوع الماده. يعني الانتاج هو الشيء الاساسي بالعمل، احنا اذا ماكو ماده ما نقدر نشتغل، لان لا نقدر نعطي فلوس الممثلين، لا نقدر الفنيين، لا نقدر المواقع، هوايه من هاي الامور نعم. انه تمنعنا انه لازم تجي الماده يلا نقدر نشتغل. نعم نعم. طيب صار اكو دعم مادي حاليا نعم. وتسليط على الدراما العراقيه، عندنا اقلام بهذا رمضان يعني راح تكون لها بصمه بالدراما العراقيه، راح تكون اكو مثل ما يقولون انه اكو لمسه عراقيه بهذا رمضان؟ اكيد، يعني هذا رمضان انا جدا متفائل، يعني نعم. شبكه الاعلام العراقي بدعم من دوله رئيس الوزراء مشكور نعم. يعني راح نشوف الدراما كلش حلوه بمخرجيها العراقيين ومخرجين عرب، مشاركات كلش حلوه من ممثلين جدد، يعني راح نشوف شيء مختلف ان شاء الله. ايش قد متفائل بألو تاكسي انه ممكن يعني يترك بصمه ضمن هذا الكم الهائل من الاعمال، احنا العراقيه يمكن وحدها اكو 9 أو 10 اعمال، فضلا عن باقي القنوات العراقيه اللي عندها كل وحده همينه من 2 إلى 5 اعمال كل قناه. صح. ما راح نحكي عن العربيه اكيد، بس يقول لي وسط هذا الزخم قالوا تاكسي وين تتوقع راح يكون مكانه؟ والله ان شاء الله ان شاء الله احنا راح يعني راح ننافس ان شاء الله، انا اقول لك يعني ان شاء الله من خلال هذا الاستوديو نقول راح ننافس المسلسلات العربية، راح تشوفون كوميديا حلوة، راح تشوفون كوالتي بالصورة، لأن الفنيين اللي اشتغلوا ويانا يعني نعم. كلهم مبدعين وهم من مديرية الإنتاج الدرامي، يعني كلتهم من شبكة الإعلام العراقي. نعم. نسبة بسيطة من خارج نعم. المديرية، يعني تدرين مو المؤسسة ما بها كل الأشياء اللي نحتاجها، طبعا. وإحنا يعني يا ريت إنه تتوفر كل هاي الاشياء حتى يعني يصير الموضوع متكامل من داخل الشبكه. نعم. وحتى مواقع التصوير، يعني احنا عانينا اصور مثلا بشارع فلسطين ورساتي لازم انا اروح مثلا لليرموك، فالانتقالات كلش صعبه، كل صعبة. يعني يحتاج لنا مدن انه نبني مدينه انتاج اعلامي مثلا بالضبط حتى احنا بداخل المدينه او بالامارات نعم. توفر لنا انتاج مادي يعني كلش تفرق بالانتاج نعم. بالضبط طيب. بالوقت باي شيء نعم. طيب يمكن هذه احدى الصعوبات اللي واجهتك بهذا العمل، خلينا نحكي عن الصعوبات الاكثر يعني مريت بها والمشاكل اللي مريت بها بهذا العمل، الانسجام شلون كان ما بين التيم، روح المحبه شلون كانت نعم. المواقف الحلوه، سولف لنا شوي عن هذه الامور. لا الحمد لله وشكرا، انه بالنسبه للانسجام احنا كنا فريق متكامل نعم. والحمد لله انه الكل يحب شغله، يعني ماكو مثلا شخص هو اذا شاف عده بنفسه انه اكو خلل مثلا باللقطه او في شيء يقول لي خلينا نعيدها، اكو هنا مثلا عده صارت هيك موضوع اكو صار هيك، واتفقنا انه احنا تقريبا عندي بال 100 مشهد بالتاكسي، يعني مو مثل باقي المسلسلات انه انا عندي مواقع ثابته، انا عندي بال 100 مشهد بالتاكسي داخل التاكسي نعم. رادوا يخلون كاميرات جوبرو الكاميرات الصغيره، لا اتفقنا انا وكادر التصوير مدير التصوير مؤيد جاسم انه نخلي الكاميرات السينمائيه الاحترافيه بالسياره، فسوينا فد مخطط للسياره وجسور وسوينا امبريلا يعني على مود الاضاءه والهاي، وصارت العمليه كلش ناجحه وكلش حلوه. زين علي سعد، انت كمخرج دكتاتور متزمت تغير بالنص مع المؤلف، تسمع من الممثلين لو اللي براسك الصدق بدنا نحكي الصدق علي. والله انا من النوع اللي اسمع، يعني احب اراء الاخرين، كان حتى الشباب الجدد حتى القدامى انا اسمع منهم، بس بالاخير اسوي اللي اريد. انا هزيت اقول لك اعطيني الصدق، لان انا لحد هسه كل يعني مع احترامنا لهم كل الممثلين والمخرجين اللي اجوا هنا نسالهم عن فريق العمل والانسجام، اريد احد يقول لنا اكو مشكله صارت، اريد احد يعطينا يقول لنا انا متزمت انا ما اقبل، كلكم لطيفين وحبابين، ادري هاي المشاكل نسمعها بالسوشيال ميديا شلون هاي تصير من النوادر، بس انا يعني الحمد لله شكر استاذ طلال هادي معطيني الضوء الاخضر، قال انت براحتك شو تريد
تغير، شتريد تهدف، شتريد تضيف، ماكو اي مشكله. بالمناسبه هو هذا يعني من نجاح العمل انه انت لازم نسوي هيك روح وحده، بالضبط تصرف وحده، مو بس من عند استاذ طلال او من عندي مثلا، اكو مرات الممثل يجيني يقول هاي لو نقولها بهاي الطريقه هو يشوفها احسن بلسانه يعني. اكو مرات مثلا اللغه احنا كنا نحكيها مثلا هي كانت ثقيله بالنسبه للوقت الحاضر، بالضبط. احنا حاليا الشباب والجو اللي موجود حاليا يختلف عن 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 السنين السابقه، الدراما تغيرت، الحوارات تغيرت، المجتمع تغير، وبالتالي الدراما لازم تعكس، لازم تواكب الحدث اللي موجود. نعم. طيب كم حلقه المسلسل؟ 15 حلقه. 15 حلقه. زين تتوقع بهذه ال 15 حلقه راح تكون اكو هناك حل للمشاكل يمكن اللي يواجهها بالمجتمع من خلال يعني هذا المسلسل الكوميدي؟ الرسائل اللي راح توجهوها، احنا الرسائل اللي راح توصل يعني تحل جزء من المشاكل اكيد، لان هي المشاكل كثيره، ما اتوقع انه ب 15 حلقه يعني تنحل كل هالمشاكل، لا اكيد. بس احنا سويناها بطريقه كوميديه، بطريقة عفوية، كوميديا هادفة، يعني توصل للناس بفتشي حلو ومقبول إن شاء الله. طيب أستاذ سعد، أنت تعرف أنه يعني الكل يقول أنه الوضع المادي أو الإنتاج هو اللي أوقف عجلة الدراما العراقية. حضرتك تشوف أنه المشكلة عندنا بس إنتاجية، ما عندنا مشاكل أخرى حتى تكون يعني نتاجاتنا الدرامية فعلا منافسة قوية عربية مثل اللبنانية والمصرية والسورية؟ بالمناسبة مشكلتنا بس الفلوس يعني؟ لا لا مو بس الفلوس، يعني احنا عندنا الكوادر الفنية، هذا من الشيء الاساسي اللي بعد المادة امانة. يعني احنا شنو الفائدة؟ احنا عندنا فلوس بس ما نعرف نشتغل مثلا. هذا الموضوع لازم انه اكو ناس لما نختار مثلا بهذا العمل هذا الشخص يشتغل حتى هو يحقق الشيء الصحيح. يعني أنا ماكو فلوس بس اكو شخص مثلا يعرف يشتغل، ما راح اقدر اسوي شيء، لان اكو كاميرات حديثه، اكو معدات حديثه، وكل سنه اكو قصه كاتب، اكو يعني القصه بالضبط لازم نركز عليها طبعا. يعني الفكره القصه اذا مو قويه، مو حلوه، مو تشد المشاهد، ما راح تنجح حتى لو عندنا فلوس. شنو المشكله يعني؟ نعم. شكرا لك المخرج علي سعد، وان شاء الله يا ربي تلاقي هذا النجاح وتلاقي صداها برمضان وتكون لكم بصمه بالدراما العراقيه. شكرا لك. الله يخليك، شكرا جزيلا، شكرا دوله رئيس الوزراء، شكرا دكتور نبيل جاسم، شكرا استاذ وديع نادر، شكرا استاذ مروان البياتي لثقتهم واعتزازهم لنا، وهذا العمل الانتاج الدرامي المباشر الوحيد من شبكة الإعلام العراقي اللي هو ألو تاكسي، وأتمنى التوفيق لكل الأعمال ولكل الكوادر إن شاء الله. شكرا لك أستاذ علي سعد، مخرج المسلسل ألو تاكسي.